رحت معاك بقى لفرقة نادي الزمالك، تم التعاقد ازاي مع اللاعبات؟ وهل نقدر نقول انه الفريق تم اكتماله ولا لسه في اكتر من مركز هيتم التعاقد معهم؟ والله احنا كان عندنا اجتماع مع الاستاذ حسين لبيب واجتمعنا مع مجلس الاداره وبدانا نديهم تصور لثلاث سنين ان الفريق يبدا يتكون فيهم ويبان شكله بشكل كويس، ونعمل قاعده كبيره للبراعم وقاعده ناشئين عشان ده مهم جدا في الكره النسائيه. دلوقتي في الكره النسائيه الانديه بقت كتير بس عدد البنات الموهوبه قليلين جدا، وهم متفاهمين الوضع ده كويس، فاحنا بدانا ان احنا نهتم بقاعده البراعم والناشئين لان ده هيكون مستقبل كبير قوي للنادي، وفي نفس الوقت بنتعاقد مع اللعيبه المتاحه والموجوده في الانديه لان الانديه اغلب الانديه بتنافس برضو على الدوري، او اللعيبه المميزه في الانديه اللي بتنافس الانديه مش عايزه تفرط فيها. بدانا ان احنا نتعاقد، يعني نجحنا ان احنا نتعاقد مع 15 بنت، 15 بنت ليهم تجارب مع انديه الدوري، انديه حاصله على البطولات، لعيبه لعبت منتخبات، فده هيساعد النادي ان هو يحقق التارجت بتاعه لان انت عارفه نادي الزمالك طالما شارك في اي بطوله هيبقى دايما عايز ياخد الدوري، مش مجرد بيشارك. شفتهم ازاي؟ وهل حضرتك كنت متواجد في القياده الفنيه قبل التعاقد مع البنات ولا تم التعاقد وتكوين الفريق وبعد كده تم التعاقد مع حضرتك؟ لا بصراحه النادي ما وافقش خالص ان في اي لعيبه تيجي غير لما يختاروا الجهاز الفني، بعد ما اختاروا الجهاز الفني ادونا المساحه ان احنا نقدر نختار اللعيبه، اغلب اللعيبه انا اللي مختارها واللعيبه معظمها كانت بتلعب معايا في انديه سابقه.